صباحك نادي وكله لعيبه. الحمد لله على السلامه كابتن فارس. الله يسلمك يا كبير، انا صاحي النهارده كل نشاط وحيويه وسخنان على الشغل. بالراحه علينا يا عمنا، مالك مستعجل على رزقك قوي كده ليه؟ وايه النظام يا باشا؟ النظام، ما تقول له يا تهامي ايه النظام؟ حلو، النظام حلو. حلو قوي اللعبه اللي عملتها انت وعصام دي يا فارس. تصدق يا دخلت عليا؟ اسكت، دخلت عليا انا كمان. لولا المسلل والسياره دي اللي تمر فيها العيش والملح. تمر في الفلوس، ما تمرش فيه العيش والملح. عشان العيش والملح ده كانوا معايا انا. بس تقول ايه يا كبير؟ تكبر الصغير عليك يصير. تصدق اول مره تقول حاجه صح. يابا انا طول عمري بقدرك، بس التقدير خسرني كتير. وانا ياما قلت لك ان احنا ما شفناش ايام عز غير على ايدين سليم باشا، فما ينفعش نقل بيه. انت مسلة؟ على الهادي يا رجالة، على الهادي، بولع السيجارة حقي كمواطن. ايه ده يا عم؟ والله عيب كده يا باشا. خلاص هو بتبيعني هذا يا فارس؟ يا باشا انا كنت شغال معاك وعمري ما خنتك، قلت لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك الا القتل، انت اللي اصريت. بصراحه حاولت وما قدرتش. وطبعا اتفقت مع عصام على انك تسلمني، مش كده؟ على النعمة انت ظالمني يا باشا. يا باشا تلميذك قنبلة رجولة، أنا غفلته. هو كان عايز يعرف مكانه ميعاد العملية، قلت له إن العملية هتتم أول يوم العيد في حديقة الفسطاط. الله يا تهامي، ما بيعرف يهزر. لا الصراحة هو عسل. ما إني بقى إن الضرب ما بيحوقش فيك، لأن حبيبتي جابت لك هدية هتخليك تنطع على طول. هاتوها. فارس هو في ايه يا فارس؟ شيل ايدك من عليا يا فارس. يعني فارس قبل ما حبيبة القلب تضيع منك، السليم الوزان اللي ممكن يتلعب بيه، فاهم؟ يعني انت بقى حبك بدل ما كنت هتسلمنا احنا للظابط بتاعك، هتسلمه هو لينا، فاهم؟ اتفقت معاه على ايه؟ يا باشا على الطلاق ما اتفقت معاه على حاجه، انا اضطريت اقول له ان انت اللي بعتني عشان سيبني امشي. وبعدين انا توهته زي ما قلت لك يا باشا، هو كان عايز يعرف ميعاد العمليه ومكانها، وانا توهته. يا امك، قول الحقيقه هنا. انت بتلعب عليا يا انت؟ انت قبل ما اخليهم يخلصوا على البنت بتاعتك. وقبل ما يخلصوا عليها هنوفر عليك التعب ونخليها لك مدام فارس، ولا هي مدام وانت ما كنتش قايل لنا؟ شيل ايدك من عليا يا بنت. يلا لو لازم تفكر. سيبوني يا ولاد النار. اتفقت معاه ان انا ابعت له رسالة اول باول على ميعاد العملية ومكانها. حلو قوي. نعيم معاك موبايل الواد ده؟ موجود يا باشا. انت هتطلع من هنا مع الرجالة وهتبعت رسالة الضابط بتاعك ده لغاية ما يحصلكوا على المكان اللي انتوا رايحينه. وخلي بالك اي حركه غدر منك قسما بالله هخليك تقول على حبيبتي القلب الله يرحمها كانت طيبه قوي. خدوها على المخزن. مفيش غدر تاني يا كبير، غلطه والله العظيم ومش هتتكرر.
هرجع خدامك زي زمان. بس ابوس ايدك. هي ملهاش اي ذنب. هعمل كل اللي انت عايزه. نتكلم في الحكايه دي بعد العمليه. ما تتحرك يا نعيم. قدام يا عريس. انا هطلع مع بقيه الرجاله عشان اسير البضاعه. كانش ينفع ناجل الموضوع شويه؟ لا مش ممكن. ناجل ايه؟ مش حكينا فرصه احسن من دي عشان نخلص من كل اللي قرفونا بضربه واحده؟ ابقى طمني عليك. ابقى طمنا. ماشي. هاتوا الفلوس وراي. يلا يلا. وسنين جه ناوي يعمل ايه مع فارس؟ اصل وعدني انه مش هيأذيه. طالما وعد يبقى هيوفي. ايه يا عم؟ مين ده يا عم؟ مين ده يا عم؟ اسف. عدى على خير ده بقى. جرى روح امك مستهزئ سنه ولا ايه؟ الله يعني اصابه يعني اتموتت يا جدع. بالراحه على راسك يا عم الحلو. الحلو بعد الكوشر يا عم. جرى روح امك بتبطك ليه في ايه؟ الله هو انت روح امك وهو روح امك؟ مفيش حاجه غير روح امك بروح امك منك ليه؟ قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا قصر يا انت كمان. يلا يلا انت كمان. يلا 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 ماشي ماشي في المناشي. يلا 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 روح امك تقليل. يلا اركب يا سيد. وفي ايه يا ابني؟ مفيش يا باشا، العربية زنقت عليهم ومشوا خلاص. الهدف اتحرك يا فندم ودخل على طريق الوحات. كل الوحدات تستعد، هنتحرك على طريق الوحات. ايه رسالة دي يا فارس؟ القوات مستنية اشارتك للتحرك يا فندم. حضر لي قوة من عندك تتحرك على الطريق الصحراوي، بس استنوا اشارة مني للتنفيذ، والباقي يتحرك معاه على الوحات. علما في انتظار الاشارة يا فندم. احنا في الطريق. الرسالة الأولانية وصلت للظابط. أطمنك أول بأول يا سليم. مع السلامة. بقول لك انا عيب. فكرة سليم ممكن يسامحني وينسى اللي حصل؟ هو هينسى اللي حصل وهينساك انت كمان، عشان قبل العمليه دي ما تخلص هنكون خلصنا عليك يا جدع. هاتوا الفلوس. مش المفروض ياض الظابط يبعت لك رساله يقول لك فيها انه اتحرك هو كمان؟ لا انت حكايه امك معانا.
فراس ليه؟ انت جاي تنصب عليا ولا ايه؟ من امتى سيب الوزان بينصب في شغله؟ انت ناوي على الغدر ولا ايه؟ انت اللي ناوي على غدر، ولو الفلوس ما طلعتش دلوقتي مش هيحصل كويس. رفيق الفلوس تحت رجلك ولا الشرعبيه؟ فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ هي فين الفلوس دي؟ هي فين الفلوس؟ انت جاي تستغني ولا ايه؟ كده متلبس ياسين باشا صح؟ هدي عشان دي بتاعتنا مش بتاعتك. هدي. مش قلت لك ان انا نازل؟ فين فارس؟ فين فارس؟ معرفش حد بالاسم ده.